اخيرا يا بنات هعمل لكم فيديو مشتريات. طبعا المشتريات اللي انا هعمل لكم الفيديو عنها دي مشتريات مثلا قول 4 شهور ولا حاجه، وده كمان ايه يعني المشتريات اللي هعملها لكم دي اللي انا افتكرتها، يعني ممكن يكون في حاجات انا اشتريتها مش فاكراها دلوقتي، لان انا يعني قلت كل شهر دي صعبه قوي، فقلنا يعني هتلاقوا حاجات من اللي انا هوريها لكم اوريدي انا عامله لكم عنها ريفيو قبل كده، وفي حاجات لسه ان شاء الله هعمل لكم عنها ريفيو، بس كل الحاجات اللي انا هعمل لكم عنها ريفيو حاجات انا مشتريها بقالي حبه، يعني مش لسه جديده، الحاجات الاجدد حاجه اللي انا اشتريتها من السفر وبرده هقول لكم عليها اكيد. يلا بنات هنبتدي مع بعض. اول حاجه انا اشتريت الماسك دوت من شركه اسمها بوبانا، دي شركه مصريه صنعه في مصر. تمام. الماسك دوت ماسك المفروض ان هو بيزيل الاوساخ والخلايا الخلايا الميته ويعمل على نضاره البشره مش عارفه ايه بلا بلا. المهم ان الماسك ده عامل زي ماسك اللي هو الماسك بتاع الفحم اللي هو الاسود ده، نفس الفكره بالظبط، بتحطيه بينشف وبعد كده بتشيليه مره واحده. المهم ان هو عجبني جدا جدا، كان سعره تقريبا، طبعا انا الحاجات بما ان هم اصلا بقالهم كتير فانا اللي فاكره سعره هقوله واللي مش فاكره سامحوني يعني. تمام. فده كان تقريبا سعره 12 جنيه. اوكي. فانا جربت، انا كان في من الماركه ديت غسول وتونر وحاجات كتير جدا جدا محطوطه في السوق، فانا قلت هجرب منه حاجه ولو عجبني اشتري منه تاني. فالمهم ان هو عجبني فاشتريت منه تاني دول، وان شاء الله باذن الله قريب جدا هعمل لكم ريفيو كامل عن الماسكات ديت وبستخدمها ازاي وكام وكل حاجه، بس هو في الحدود دي. التلات ماسكات دول اهم، دول من شركه بوبانا دي اهي. دول اول حاجه من مشتريات يا بنات، تلات ماسكات واسعارهم في حدود زي ما قلت 12-13 جنيه الواحد، وزي ما قلت مشترياهم من السوبر ماركت من اولاد المحلاوي. تمام. دي كده اول حاجه انا اشتريتها. تاني حاجه انا اشتريتها هو فاونديشن ايسنس ستاي اول داي رقم 30. طبعا هو غامق عليا وانا ما بيفرقش معايا الموضوع دوت، لان انا اصلا بحب اكون سمرة سنة، ما بحبش افتح نفسي، فكرة دي مش موجودة في دماغي تماما، بالعكس انا بحب ابقى غامقة شوية. تمام. ده كان تقريبا ب 140 او ب 130 جنيه، كان من محل عندنا في عند والدتي يعني في الهرم، كان محل اسمه بيلا بيبيع ايسنس، مش كل منتجات ايسنس، بيبيع بعض منتجات ايسنس وبيبيع سيبال وبيبيع ميبيلين وبيبيع منتجات مش اصليه كوبي، فده كان اصلي من الحاجات الاصليه بتاعت ايسنس اللي عنده، فما كانش عنده تقريبا غير الدرجه دي ودرجه تانية لان هو طبعا ما عندوش كل الدرجات فاشتريته منه. اوكي. طبعا الحاجه اللي فاكره معلوماتها هقول لكم عنها. تمام. نيجي بعد كده لفاونديشن التاني دوت، ده فاونديشن بتاع كاتريس اللي هو اتش دي ليكويد كفرج اهو، دي درجة 0-40 اسمها وورم بيج، طبعا ده اتعمل عليه ضجة جامدة جدا جدا. ده يا بنات اغمق درجة عندهم تقريبا، كنت جايباه من سو ماتش، كان تقريبا ب 240 جنيه 240 250 حاجة كده، كنت جايباه من سو ماتش اللي هو في جنينة مول في مدينة نصر، لان مش كل سو ماتش عندهم كاترس، زي ما انا قلت قبل كده في محلات سو ماتش هتلاقي كل فرع عنده ماركات غير اللي في الفرع التاني، مش فاهمة ليه يعني. تمام. بعد كده القطرة دي اسمها تيرز جارد. القطرة دي الدكتور كاتبها لي اخر مرة كنت عنده، ديت قطرة دموع او لجفاف العين يعني، والدكتور قال لي ان هي امنة جدا ان هي تتحط على العدسات، لان انا عيني عندها جفاف في الفترة ديت، فالقطرة دي حلوة جدا ومش غالية، تقريبا ب 13 جنيه او حاجة. تمام اهي.
ايه كمان؟ روزس حبيبة قلبي، انا بعشقها البالت دي اهي، دي باليت روزز من ايسنس. طبعا انا عملت ريفيو كامل عنها، فاكره سعرها كان 100 جنيه تقريبا او 100 حاجه. لو عايز تعرفي كل حاجه عن الباليت ديت هسيب لك لينك الريفيو بتاعها تحت في صندوق الوصف. تاني حاجه كمان، كل حاجه اقول لكم تاني حاجه وهي اصلا عاشر حاجه، بس يعني ما علينا. عندنا ام ان، الماركه دي انا بحبها جدا يعني جدا جدا جدا. اوكي، ليه انا بحب الماركه دي قوي؟ لانها رخيصه، يعني هنعتبرها ان هي ماركه رخيصه، وفي نفس الوقت متوفره جدا، وفي نفس الوقت محترمه جدا بجد، يعني سواء في الباكج سواء في الـ في الـ في الماتيريال، كل حاجه بصراحه معرفش بحبها جدا، بحسها ماركه بتراعي الناس، عارفين؟ مش فاهمه. المهم دوت باليت ام ان بتاع البلاشر، شيد نمبر بي اهو. طبعا ده عملت لكم عنه برضو ريفيو كامل بكل تفاصيله، تقريبا يعني قلت لكم كل المعلومات اللي عن البلاشر دوت، هسيب لكم برضو لينك الريفيو بتاعه تحت. ده كان ب75 جنيه. واخيرا وليس اخرا، الطلب اللي كلكم طلبتوه مني هحققه لكم، هحققه لكم. انا عايزه تسقيفه جامده جدا، اسمع صوت تسقيفه جامده كده. بلاشر قصدي اي شادو ام ان، جبت لكم اخيرا شيد منه وقررت ان انا اجربه لكم اهو. اوكي، ده طبعا مش هقول عنه اي معلومات خالص عشان اقول لكم الريفيو بتاعه كامل ان شاء الله قريبا، تمام؟ بس انا قلت اقول لكم ان انا جبته بقى عشان يعني بصوا كده بقى، ماشي. ده شيء رقم اي. اوكي، وبعدين ماسكارة ام ان اللي هي اجدد حاجه انا حبيتها قوي، حبيتها يعني، اللي هي اللي برضو انا عملت لكم عنها ريفيو، اللي هي دبلينج ماسكارا بس الجديده. دي كده تقريبا 45 جنيه، برضو عملت لكم عنها ريفيو هي والماسكارا القديمه بتاعت ان ان. هسيب لكم لينك برضو بتاع الريفيو دوت تحت. حسنا مش هتركل. وبعدين باليت الشادو دي من تارت، دي كوبي وليست اصلية، تعرفيني لازم اقول على طول كوبي 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 اهي يا بنات. الوانها حلوة جدا. وبعدين بقى في بقى اللي هي هنا بقى، دي مراية كبيرة اهي، دي ب260، تمام؟ برضو هعمل لكم عنها ريفيو قريبا. مش عايزاكم تحدفوني بالطوب، تمام؟ خلينا حلوين مع بعض. انا عارفه ان انا قلت لكم احسن محلول عدسات هو اوبتي فري، وده حقيقي، مش هنكر الكلام اللي انا قلته، ده احسن 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 محلول عدسات هو اوبتي فري طبعا. ولكن مؤخرا بعد زياده الاسعار اللي مش طبيعيه، وطبعا انا الاسعار اللي انا بقولها لكم دي يا بنات قبل الغلو، يعني انا دلوقتي ممكن تنزلي تلاقي الاسعار اللي بقولها لك دي كلها فيستك، راحت في الهواء يعني، عشان بس تقفني يعني. ده برضو انا مشترياه قبل غلو الاسعار، يعني قبل ما اسافر على طول، قبل العيد على طول. المهم انا قبل العيد جوزي راح الصيدليه، يعني قصدي قبل ما نسافر يعني قبل العيد، جوزي راح الصيدليه، قلت له بقى يشتري لنا شويه ادويه كده عشان الاتيفال معانا. وقلت له بالمره يجيب لي بقى المحلول بتاعي اوبتي فري، جزا الله خير يعني. فالراجل راح يعني خد له صدمه رهيبه،
لقى الازازه اللي قد كده دي بتاعت اوبتي فري، لقاها ب 95 جنيه، يا عيني. بعد كده كان الراجل كان بيجيبها ب 40، فالراجل يا عيني كان يجيب سكته قلبيه، فاتصل بيا في التليفون قال لي حضرتك بتاع المقزر بتاعك دوت بقى ب 95 جنيه، فاجيبه لك ولا ايه؟ تقول لي الراجل صعب عليا الصراحه. فقلت له طب شوف لنا رينو بقى، اصل انا سمعت ان رينو عامل ازازه جديده وتركيبه جديده ومش عارفه ايه وكده. وفعلا هو عامل ازازه جديده، عاملين الازازه بتاعته، عاملين الازازه بتاعته شفافه كده وحلوه. فقلنا بقى نجرب الرينو بقى الجديد الحلو ده. رينو الجديد ده يا جماعه 200 كام مللي، 240 مللي ب 108، تمام. في حين ان اوبتي فري الصغيره اللي هي 140 تقريبا او 150 مللي ب 95 جنيه، والكبيره بتاعتها ب 175 جنيه، يعني داخلين في 200 جنيه. فالحقيقه ان انا قلت ان انا هشتري ده اجربه تاني، يمكن يكونوا حسنوه شويه يعني. فقلت هجربه واشوف الدنيا فيها ايه يعني، لان بصراحه كده يعني حرام حرام جدا. اللي بعده جبت مزيل الميك اب دوت اللي هو نصه زيت ونصه ميه بتاع ايفون، كان تقريبا ب 60 جنيه تقريبا، مش فاكره بالظبط عشان بس ما تيجيش. المهم ان هو حلو جدا، عجبني قوي. تعبته ولا كمل؟ كمل. جبنا التونر دوت برضو بتاع ديب بورينج فاينينج تونر فيلينج. المهم ان التونر ده بغض النظر عن المكتوب عليه ان انا مش عارفه اقراه، مش عارفه ليه ساعات بتجي لي واحد تخلف كده. المهم ان التونر ده حلو برضه، بس هو صغير قوي وب 55 جنيه، يعني ما فهمتش ليه، بس هو حلو يعني. المهم ان هو حلو، التونر ده حلو للبشره الدهنيه. اوكي. وجبت من السفر يا بنات هذا الصن سكرين او كريم الشمس الحلو ده من ماركة سكين دكتور. اللي يعرف طبعا، اللي بيروح الساحل او بيروح مرسى مطروح عارف مدينة الحمام، يعني حمام مش الحمام، مدينة الحمام ماشي. مش عايزين بس الناس تفهم غلط. اللي عارف المدينة دي يعرف ان هي عبارة عن سوق يعني. فانا لما نزلت فيه ودخلت فيه، طبعا هناك محلات اللي بتبيع الكريمات والشامبوهات المستورده ومش عارفه ايه والكلام ده. المهم ان الراجل هناك قعد يقنعني بان ماركه سكين دكتور ديت حاجه تحفه وحاجه رهيبه ومش عارفه ايه وعلى ضمانتي. وبصراحه الراجل انا بشتري منه تقريبا كل سنه، ف يعني قدر ياثر عليا حقيقه. واشتريت منه ولقيت ان الماركه دي فعلا منزله بقى كميه كريمات مختلفه كتير جدا، فاخدته منه وقلت ان انا اجربه يعني. فالحقيقه ان انا بقى سافرت بعدها بيومين فما لحقتش اجربه، فان شاء الله باذن الله هياخد فرصته معايا كده وارجع اقول لكم اخباره ايه يعني. كان ب 150 جنيه يا بنات. واشتريت اللي بتاع مزيلة العرق دي فو، دي برضو اشتريتها برضو من هناك من عند نفس الراجل اللي بقول لكم عليه ب 25 جنيه. انا دي جربتها قبل كده يعني عجبتني زي نيفيا، انا عادة بستخدم نيفيا، فدي عجبتني زي نيفيا ريحتها وملمسها وكده فعجبتني قوي، فدي تاني مرة اشتري منها الحقيقة. واشتريت الشامبو ده، ده يا بنات اسمه بيوتي هير بلام فور كرياتين سيلفر شامبو. سيلفر شامبو، السيلفر شامبو ده اول هو اللي بيقولوا عليه يا بنات البيربل شامبو او الشامبو البنفسجي. طبعا هو الشامبو بنفسجي يعني بندوس عليه بينزل لنا شامبو بنفسجي.
طيب الشامبو ده عبارة عن ايه يا بنات؟ الشامبو دوت للناس اللي بتصبغ شعرها سيلفر او رمادي او بلاتينيوم زي ما انا صبغت شعري. ده وظيفته انه وظيفة الشامبو ده ان هو بيشيل الصفار من الشعر، والازرق بيشيل الاورنج من الشعر. بص هو الحوار كبير، يعني الحوار كبير، وانا ان شاء الله باذن الله هفهمه لكم بالتفصيل في الفيديو اللي انا هعمل لكم عنه ريفيو او فيديو الصبغه ان شاء الله باذن الله قريب. هعمل لكم فيديو عن صبغه شعري بالتفصيل بالادوات اللي انا استخدمتها بكل حاجه، هفهمكم كل حاجه بالتفصيل في الفيديو، انتظروني يعني. بس المهم ده من الحاجات المهمه جدا اللي انا اشتريتها، يعني كان ب 200 جنيه تقريبا الاثنين دول، اثنين روج جداد من اماندا. انتوا عارفين كان عندي قبل كده لون منهم، جبت لونين تانيين بصراحه. اللونين يعني او الروج بتاع اماندا دوت وهم يعني بجد حلو، حلو قوي 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 يعني. جبت اللي هو رقم دوت رقم 12 ودوت رقم 18. اوكي، وطبعا الروج اللي سالتوني عنه اللي هو روز بيري استخدمته في فيديوهين، ده كان ب 50 جنيه وقلت لكم ان ده من عندي في الاوبن داي. واول شامبو سيلفر ده برضه عشان عارفه انكم هتسالوني عنه برضه من عندي في الاوبن داي، ما بحبش اتكلم على الحوار ده. تمام، في بقى مشتريات تانية هقولها لكم، بس اللي عايز يوقف الفيديو هنا. اوكي، يعني كده دي مشترياتي للعنايه بالبشره والميك اب وكده، لان الحبه اللي جايه بقى حبه عبط يعني حبه تمام. بس انا قلت والله شويه يعني اقول لكم برضو، يعني بان الواحد سبت بيت بقى وكده وعنده اطفال، فاقول لكم يعني الحاجات اللي انا اشتريتها برضو. ما هي برضو مشتريات يعني يا جماعه. اشتريت المعلقه دي تمام، اشتريتها برضو من الحاجات اللي بوريها لكم دي، انا اشتريتها برضو من الساحل من مدينه الحمام برضو، بس بصراحه اسعارها حلو قوي فقلت اقول لكم. اشتريت المعلقه ديت اللي هي ايديها خشب ومن هنا سيليكون، دي كانت ب 17 ونص. واشتريت الاختراع الحلو ده، الاختراع ده عبارة عن بتحط هنا التوم، او هما بيقولوا ان جوزة الطيب ممكن برضو، بس انا مشتريه عشان التوم الصراحة هنا كده. وبعدين احط دي كده وامسك بقى كده وابصر التومية كده تنزل لي بقى مفرومة. دوت كان ب 10 جنيه تمام. واشتريت المصفاية الحلوة دي بنات كان ب 10 جنيه برضو، انا اصلا مش مصدقة الاسعار عشان كده انا بقول لكم. واشتريت المصفى الكبيرة دي يا بنات المفروض ان هي بتبقى على قد الحوض، يعني انت بتحطيها في الحوض بتسند على الحوض من الجنبين وتغسلي فيها او تصفي فيها اي حاجه انت عايزاها. فعجبتني قوي كانت ب 20 جنيه بس، والله العظيم اسعار كده. هم دول بس يعني، هم مش حاجات كتير، هم دول بس اللي انا جبتهم. بس يعني الحاجات دي عندنا في القاهره انا لما بشوفها بلاقيها باسعار اكتر من كده بكتير جدا، فانا استغربت الاسعار الصراحه فقلت اقول لكم يعني اسعار حلوه. واظن ان دول مشترياتي اللي انا افتكرتهم، ويا رب اكون اي حد فيكم استفاد اي حاجه يعني. و باي باي.